اوكي جود سير جود. فكياس مثل فصل الحادي عشر الدنيا وسائل النقل، يعني فكياس مثل وسائل النقل. شنو عندنا وسائل النقل؟ عندكم تحجون شوية، خاف واحد ينعس شيء. اوكي شنو وسائل النقل عندنا؟ فلوق و وسائل النقل. انا على قد ذولا طلعتهم الحمد لله. اوكي تاكسي اول شيء تاكسي عافيه، اوتو عافيه، بعد بوس سوق، بعد قطار بس تحكي بالماني سوق قلت انا بعد اخذته ما علي. اوكي اوبان طائره، اوبان طائره، فلوغ تسويق، وعندنا اسبان سفينه. هذا الاوبان اللي هو مترو تحت الارض، وهذا الاسبان اللي هو على الشارع. اوكي وعندنا شنو؟ سفينه شف، واضح. وعندنا بعد شيء نسيتو، فارات، واضح. اني نقلوا لي شلون تيجي للكورس كل يوميه مثلا بالمعهد، اقول في كومن، اجاك سؤال في كومن زي سو الى اونتاريشت، شلون تجي المحاضره؟ واضح. اونتاريشت محاضره، شلون تجي المحاضره؟ اقول ايش كوما بواسطه، شنو بواسطه باللغه الالمانيه؟ مت، مت يعني بواسطه. اجي بواسطه مثلا من دام اوتو، اجي بالسياره، او اجي بالبوس، او اجي بالتسوق. احنا ما عندنا تسوق، اما بوس او اوتو، صح؟ مدين بوس. اذا المت هي احد احرف الجر، مت تبون عليها احد احرف الجر. شنو حاله الجر يعني؟ يعني حاله الجر اذا عندنا داس وعندنا دير يصبحون ديم في حاله الجر، واذا عندنا دي مؤنث يصبح دير، هاي في حاله الجر. تمام، هذا حاله الجر. هذا الدي طبعا جماعة مش حين جماعة الآينز هذول ما معني بهذا الشيء، بس للمعلومة أخذوا. أما اللي يكملون آينز فاي دي آينز لا خلي حفظوا. المت هي أحد أحرف الجر، يعني يجي وراهم شنو؟ مجرور. وين الجر يكون؟ بالارتكل اللي هو إذا جاء إذا بعدها جاء داس أو دير شو يصبح؟ دام. وإذا جدي مؤنث شو يصبح؟ دير. هنا عندنا داس أوتو صارت دام. إذن الداس والدير بالجر شو يصبحون؟ دام. أما دي تصبح دير، هاي حالة الجر. هاي شو وقت ذول ينقلبون؟ إذا قدامهم مت، لأن هذا أحد يعني أحد. إذا قبلهم عفوا نخاين مال إذا إجت قبلهم يعني المت تمام. إذا إجت شوفينا شو بالضبط، إذا جيت قبل الداس ودي أشي صبحون مت. إحنا هنا عندنا هاي مو مت، شنو بعدها؟ داس أوتو صارت داس أوتو صارت ديم أوتو، متفقين؟ ودي شنو تصير استاذ؟ دير دير؟ لا هذا دير، هذا مو دي، دي اوبان. اقول ايش كوما مت دير اوبان. انا اجيب بواسطه شنو؟ بواسطه الاوبان المتر اللي عندي. جيد، حطكم غير جملة. إيش كوما مت، وعندنا الكلمة هنا، هنا تكتب لنا الكلمة داس فاغات، إيش حتقول؟ دام فاغات، عافية، دام فاغات، واضح؟ إن الداس تروح ليش؟ يلمت أحد أحرف الجر، اليوم حناخذ أحرف جر هواي، خير من الله. اوكي جود استاذ، ممكن ترجع الصفحه اللي قبلها؟ اوكي بس اكتب السؤال. يا في كومن زي بس اخر كلمه
بس سؤال شنو؟ انترشت. محاضرة. انترشت محاضرة. كذا عاد الأحسن. انترشت مقطعين. انترشت. أوكي. فيرتج؟ فيرتج. جود. وعلاماتنا؟ خلينا نشوف. شوف هنا البوس مديم بوس كواست الباص. تاكسي مديم تاكسي. أوبان مديم أوبان. إذن تمام إحنا شغلنا صح تمام؟ بس عندنا تسوفوس هاي ماشين على أقدام يحتاج بواسطة. خلينا نسمع الآينز ونقرأ ونترجمه. Schritt A, A1. Wie weit ist es zum Goetheplatz? Kann ich dahin zu Fuß gehen? Zu Fuß? Nein, das ist viel zu weit. Sie müssen mit der U-Bahn fahren. Sehr gut. Okay. Frau Farah, Rinne, den Tergem. Wie weit ist es zum Goetheplatz? Okay, wie weit... دقيقة. Wie weit يعني كم البعد؟ كم البعد إلى ساحة جوتا؟ جوتا بلاتس، بلاتس يعني ساحة. Yeah. كان إيش داهن تو فوس جاهن؟ أوكي، كان إيش داهن؟ داهن تو فوس، تو فوس يعني ماشي على أقدام، أقدر أروح مشي على أقدام هذا المكان؟ تو فوس؟ نعم، داس إس فيل تو فايت، زي موسن مدير وبان فارن. Sehr gut. قال لها zu Fuß nein das ist viel zu weit جدا بعيد sie müssen mit der U-Bahn fahren يجب عليك الانطلاق ويا من مع الأوبان اوكي بواسطة الأوبان هسه عندنا موضوع اللي هو الاتجاهات شلون انا اذا واحد تايه شلون ادليه اذا يسألني على مكان شلون ادليه واضح شلون اوصف الاماكن وهذا هدفنا روح على صبرماتنا شوية هو موجود كله هنا ما يحتاج يعني تكتبوه بس أنا حكتبه شوية عندنا هالي اتجاهات أول شيء إحنا ندلي بالشوارع مو صح ديش تراسة عفوا ديش تراسة ديش تراسة مو صح شبي ديش تراسة شلون أوصف بي على كيفي أقول دي أغسطة تراسة شنو يعني شارع الأول أو دي سفايتة تراسة شارع ثاني درته شارع الثالث إلى ما نوصل سنته شارع العاشر الأول ثاني ثالث العاشر وعندنا دول اتجاهات مالتنا اللي هم وين هم هذا اتجاه هاي اتجاهات هذا اللي قدام للأمام نقول لك جي رادة أوس يصيحوا له للأمام links يسار ورechts يمين هاي اتجاهات على الأمام gerade aus gerade aus هذا يسار بس يمين جيد أنا جاني واحد متيه قال لي يبحث عن شولة قال لي wo ist die Schule أين المدرسة مو احنا واقفين هنا انتبهوا لي احنا واقفين هنا انتبهوا لي شويه خلينا نرتبها صح sehr gut احنا واقفين هنا وهاي المدرسه هاي المدرسة مكتوب اس شولة، اوكي؟ احنا واقفين هنا. فقل لي فو اس دي شولة، شلون راح اوصف له؟ انتبهوا عليه. راح اقول له جيهن زي جيرادا اوس، شنو يعني البداية؟ للأمام. سير للأمام. للأمام، اذهب إلى الأمام. عافية، دان ومن ثم دي سفايتا شتراسة
rechts. بعدين شنو؟ الشارع الثاني على اليمين، صح ولا مو؟ هذا الشارع الأول، هذا الشارع الثاني، اطلع للأمام، الشارع الثاني على اليمين، وهاي وصلنا. واضح؟ gehen Sie geradeaus dann، احنا حتى بالوصف مالنا بالعامية، الشارع الثاني على اليمين، الشارع الثالث على اليسار، اوكي؟ بس الشارع الثاني دي zweite Straße rechts. تمام؟ اوكي. نروح على التمرين مالنا، هو موجود كل الحكي هذا موجود. اوكي. مين حيقرانا؟ فراو زهراء، اقرينا السؤال آه دراي. زي جهن. انشولديغونغ، سألينا السؤال. سوري. انشولديغونغ. Wo ist hier die nächste U-Bahn Station? Okay, gut. معذرتين. أين محطة القطار القادمة؟ فقال لك ganz einfach, بكل سهولة. Ganz einfach. عندنا ثلاث جمل تشرح ثلاث صور. كل جملة على صور. أقرينا الجملة الأولى. A. Sie gehen zuerst geradeaus und dann die dritte Straße links. Aha, يقول بالبداية Sie gehen zuerst geradeaus und da يطلع قبل und dann die dritte Straße links und noch الشارع الثالث على اليمين على اليسار. وين هذا يا صورة زهراء؟ طاي عفية هاي يطلع أول ثاني ثالث هاي يسار تمام؟ رشتش حراء بي يا جهن سي آيما جيرادة أوس دي أوبان شتايتون است رشتس ساكوت سير للأمام ومن ثم حيكون على يمينك محطة القطار على يمينك يا صورة الواحد يمكن وين محطة المحطة وين صارت المحطة على اليسار ويقول يمنى ثاني هاي اطلع للأمام تلقاها على اليمنى اوكي هيفا سي nach links und dann circa 100 Meter da aus. Da ist so, schon die U-Bahn. Eins. Okay. Gut, اذهب على اليسار und ثم 100 Meter تقريبا circa. Das ist die U-Bahn. Gut. Sehr gut. تمام؟ عندكم سؤال على الطرق؟ بعد واضح عندنا. ندلي أي واحد وين ما كان ندلي. Sehr gut. حنسمع بالآفية. يقول hören Sie und zeichnen Sie den Weg. أكو واحد راح ينطلق منا يروح المكان. عندكم تتبعوا لي إياه هيك راح هيك راح حسب السماء. وأنا حساعدكم. Ritt A. A4. Entschuldigen Sie, wie komme ich denn zum Bahnhof? Also, das ist ganz einfach. Sie gehen geradeaus weiter. Dann kommen Sie an einen Platz. Das ist der Karolinenplatz. Am Karolinenplatz gehen Sie nach links und dann wieder geradeaus. Am Kino gehen Sie nach rechts. Nach circa 300 Metern sehen Sie schon den Bahnhof. Vielen Dank, sehr nett von Ihnen. Sehr gut. أول شيء مين وين راحت؟ على كارولينينبلاتس، يا؟ أوكي. نو وين راحت؟ يمين اليسار؟ إلى اليسار. لينكس. بلومنشتراسة. عفيز ميت من راحت على الميركينو نو وين راحت للبانهوف هذا منا واحد جود جود سير جود مين يقرا لنا الطريق اوكي فرا فرح قرينا الطريق واحد هذا الطريق مالت المدرسه شلون يوصل؟
Ja, hier wohne ich. Hier wohne ich. Dort ist die Schule. Ich war Zwölfte mit der Straßenbahn. Dann gehe ich 100 Meter geradeaus. Die Schule ist links. Sehr gut. Ich will hier an Aqim. Dort die Schule, nach der Madrasa. Ich fahre zuerst mit der Straßenbahn. Ich gehe auf den Schar, auf den Und dann gehe ich 100 Meter geradeaus. Und dann gehe ich auf den Schar, mit der Madrasa. Okay? ما عندنا به شيء الموضوع سهل بس مجرد انا اقول له بتجهن نصيحه جهن زي جهن زي سيكوت الموضوع الاخير عندنا احرف الجر احنا اخذنا مت صح هذول مثلهم هم احرف جر بس شويه حتى تترجمون وياي احرف الجر موضوع سهل يعني بس يراد له شويه فهم اول شيء الان عند ان يعني عنده عند Auf, على, hinter, خلف, in, في الداخل, فيه, neben, بجانب, über, فوق, unter, تحت, vor, أمام, zwischen, ما بين اثنين, between, zwischen, okay? هذول ايضا احرف جر نسال عليهم بيش؟ فو بيش نسال عنهم؟ فو سكوت هنعرف هاي شلون نستخدمهم ذول الاحرف قبلها اكو واحد سال قال له دي جوستاف هاينمان شتراسه شارع جوستاف كنست تو دي هل تعرفه؟ دي است جلايشي قال هذا وين هنا قريب ان دا امبل عنده اشارات المرور لينكس فيلين دان شكرا جزيلا. الموضوع المهم اللي دا نحكي عليه اللي هو هذا وانا. هاي عندنا خارطة وراح نشرحها نوصفها وصف دقيق. يقول زين زي تاسبيلد ان انظر الى هاي الصورة und ordnen sie zu موصل من اليسار لليمين حسب الاحرف والاماكن. اوكي. واحد سالني قال لي wo ist die bank؟ وين البنك؟ اقول له die bank ist neben der Post. مو هذا البنك؟ منو بصفه؟ البوست بجانبه، صح ولا لا؟ صح. اوكي نبدا يا فراو زهراء. سفاي. فقط نوصل. داس اوتو ستيت. تقف. شتيت. وين واقفه السياره؟ هاي الزرقاء وين واقفه؟ وهاي مستشفى. أنا. لا مو انا. أمام المستشفى. فور ديم كرانكن هاوس. عفية أمام المستشفى بارو فور ديم كرانكن هاوس. سيأكل كمي زهرة. دراي ده بس اشتهت. عند موقف الحافلات عنده وين عنده؟ آن. اندر وسهالتشتله يعني شتلة. موقف حافلات يرمزوا له بالها حرف ها دانك فراو فرح هي داس فلوك زويك شنو فلوك زويك؟ طيارة وينها؟ فوق المدينة فوق اوبا يبا دي شتات Die Kinder sind. Wo sind die Schüler? In der Schule. In der Schule. In der Schule. In der Schule. Sehr gut, danke. Frau Hefa. Nein, Stad. Das Hotel ist. Nein, Entschuldigung. Der LKW heißt ja. Stad. على الدراج على الدراج ها هنا اصفر واخضر استاذ من صار على الدراج الله يعيني شو واحد اللي هي ما يخالف اوف ديام بارك بلاتس اوف
hat es mir gegeben. Sehr gut, okay. Der LKW steht auf dem Parkplatz. Parkplatz, okay? Alle? Mokov Goldberg. Sehr gut. Kevin? Das Hotel ist neben der Post. Hotel, so viel Post? Joen, du helfe. Studien. Das ist ein Kitab, wo ich mich umlassen habe. صدق استاذ وين الهوتيل؟ هاي الهوتيل هذا هاي الهوتيل عافية هنتا 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 اوكي خلف البوست مو هذا البوست منو خلفه؟ هوتيل كملي Die Post liegt in der Kasse. Die Post liegt, يعني هو بجانب البنك. Die Post, ليش بنقول بين الأبوتيكة وبين البنك؟ يصير؟ إي عادي. وين ما بين؟ ما بين اثنين، وين ما بين اثنين؟ Zwischen der Bank und der Apotheke. Sehr gut. والأخيرة دي أوبان فيات هذا الأوبان هذا وين اللي يصير تحت الأرض هذا وين الأوبان هذا بارو هذا وين الأحمر تحت الأرض عافية sehr gut ja sehr gut das ist neun ja تسعة sehr gut واضح يا شباب شلون احنا نوصف الامور بس هيك مراجعه حتى تحفظوهم جماعه لم الشمل الحين تعملون الايز فقط للمراجعه ما يحتاجها اما لا جماعه الايز فاي لازم شويه يهتمون به سيكون سيكون هسه عندنا فراو حوراء اقري لنا بي دراي مين وو است هذا وو است Wo ist der Parkplatz? أين Parkplatz? وين موقف السيارات العام؟ Neben dem Restaurant Adler. بس؟ تمام. بجانب؟ بجانب شنو؟ مطعم الأدلر. أوكي. زين اكو هاي قبل ترحون عندنا اخر شيء اكو مثل اللغز حتى قرانا اياه فراو زهراء لكم تعرفوه اقري لنا اياه بالبيثيه ايش بن ان ا فير وو بن ايش ها يقول اني بالاثير وين اني اي كملي دو بست نيبن ديم باوم واحد قال له انت بصف الشجره ايش قال له ناين دو بيست وو وين قاعد هو من يعرفه هذا الار وهذا الفي ممكن هاوس ايدي معلق ايش من ار عافيه فادم كرانكن هاوس وين هو قاعد بالسياره كرانكن هاوس ان وين شافت ساكوت هو هنا قاعد هيش مدينة وين شفناه من يشوفه اوكي ساكوت كنت ساكوت اوكي عندكم سؤال هنا توقف تمام بس مجرد احنا حفظ ما عندنا لا اخذنا قاعدة ولا هاي ولا احرف كلنا مسعين بالفو فو استاس هوتيل وين الهوتيل خلف البوست وين البنك بجانب البوست اوكي بس مجرد يعطيهم شوية حفظ، اوكي، روحنا على الهاوس اوف كعبة، واجب بيتي. استيعاب دزيتو لي حلولة، مو الامتحان مال الفصل الثامن؟ يا. حتى نمتحن بالتاسع والعاشر، العاشر خلصناه، نمتحن بالتاسع، اوكي؟
طلعونا الهاوس أوفغابة. عندكم فقط قراءة صفحة 88 17 بس اقروا فقط قراءة. 18 سماع، 1 ترتيب فكاس مثل وسائل نقل كلهم كتبناهم، 4 توصل من اليسار لليمين، 5 سماع مثل ما سويناه من ينطلق ومن يطلع، 8 سماع و11 حل. هذا اوكي جيد. ها بعد فتشينا عيد منكم هذا التمرين 18، كل صورة فقط اكتبوا لي وين مثل هذا بالسوبر ماركت وجاي يسوي بس الفعل I am coughing مثلا. وين راحت؟ اوكي مثل هنا وين هي؟ اسم جاي تاكل وين مثلا؟ انت جاي كروشي واضح؟ اسمش حتى نفعل هاي استقراء الصورة استنباط انه يعني الايام الجاية نشتغل على هالشيء واضح؟ فكل صورة وين هما وشنو فعل بس الفعل. اوكي داس است اليس. اوكي اشوفكم خير ان شاء الله. Gute Nacht. Gute Nacht. مع السلامة. بيتشون.